مشرح الديمان عبد الرحمن محمود محمد دور يو قدوميها دلنيرادا يو وليبا قويها ندا قبلادا سناك بريا بران ومانتا شير جرايد كو قبتهو تيل سناك مقالادا عير قابو ايا واحي شير كودان جرايد كاها دلين عيداما اي شيغين ان لقاييي باريقا قبل كسناك سيدادك ديگان كاسي سيدوان قليان وحينا شاكي كموچيين ان عيداما داسي سببان اسكهوري ما عدح مرا عيداما دا لقاييي ايا شعبك ديگان كاسي وحينا ارين تندوشا كسارين اسلامار كاسينا كويدين حكومة ومدى إن الدبدة كري حيسو سيأيوها شوم دكوردين دانك كلانا وحي حسين إن دادك ديگان كاسي أي ديارو يهين إن استيوان قليان وحنا هالكاسي كهد لاي حل ديمان عبد الرحمن دور يقو دوميها دان يرد السناك باري سيد مرسل حاجي أحمد يقو لبا أغن يهان كلا هالكا وحن فوق بانينا وشير جرائيد وكو سابسان ديوان قلين تن قبل كالسناك إيو نبت قليد دركو صوفو له أو أسباب يهين إذا ماذا لقيي دقمضة دهر يدقمضة بدن دحرودة إذا ماذا سوكو بحي سفاء لسكولو أغين كديد النبات قليدة يدد كديغانكو تدكو النبات تلكو نوع النبات ما تو يدد هرمارين إن وحلوقة تقوبهان ما أنت إن دقاء اللوهر دوني مين هدي دولد مدكورين دوني سو حتى البرلمان كا كرديسات وحا ان ادين شيغي هدي ان لغه هرتغي وحا اي دلين دونتا وح بقلال سنه دمقاتا حن كلو او باقيا ايدمدا كا سو بخي حق بوتلان يغ لفتود ان اي الىاليان نبت كليده او وحا لا دونيو يو وحا لا سمينه وين لا كلا غرتو وي ددكين لغو دول دغالمنا ما اها ان وسيرك مدختيدنا حد مدو كرني دولتي سو باهيا هكا راسو كوميشن كي برلمان كا دد مساكينه ديغود مدو لغو مكردين كرو مشرح بانها تدكن استيوان قليان بان دونيي إنا نعود كصوب حنان دونيي وحاند موتا وحبا إنا ماشي كبحضي لكن عدكي أن رمينا نكصوب حنو قرينا كصوب حدون ما يديار نومي هل كان إنا نسكشرح حلبان كن نقضو ليك داد أن حلبان كن نقضو وديوان قليان بان بان أن مشرح كن نقضانا مرهبا هدى بالك وحانو قدق يا وصير هذا مدحتو يدا يو وصير كقاشان لقا عظامي ورنتي ويقانا إذا ماذا وهل كأدر إنا يهين شند الله شند الله هيجنا وين نقانعه وقومي كستوى كلبا لكن إذا ماذا ماشى الله در إذا ما شند الله هي معها وإذا ما لدون يجينا وحسود لان يجينا لسود له خنتي وحن الله سعنا ما أنت سمال لان إن حرمها أقومها لجوها يو أي فربتين وملك لك لك لدجال لو يمكن وح لدون يه إن كوهر لأقوم الله قديم ديوان قلنتي أن رمين سن بدليا لسود ديوان قل إن دجال بدل أضمن وحنا هاي marka waxaanu halkan baaq aanu ka direyna wax weeye xukuumada iyo wasiirada iyo ciidamada la wadaba waxaanu u direyna inaan ummadaas nabad ah ee degan ee diyaarka u ah inay diiwaan gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qayb galaan ee doorashada kaarka ay qaataan inaan la arqaladeen la dhibin hadii ciidan la geeyo kaarna cid lagu ma khasbi karo doorashana cid lagu ma khasbi karo taasina waxay keenaysaa deegaanka iyagaas oo horeba loo baabiyay oo la yiri wasiir cadmi baa wax laga weydiinay in maanta dib loo baabiyay ciidan kaas oo ay masuul ka yahay madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hore noogu iman inta xilka hayay oo maanta noogu horeeyso waan soo dhaweeyney si sharaf leh baan u soo dhaweeyney maanta anagu marti noo yahay laakiinse inuu ciidamo galbeedka nooga soo rarto oo bariga geeyo Sool iyo Sanaag oo uu codka halka ka iman doonana uu diidayo inuu saameeyo maadaama uu markii hore yiri gobolada Sool iyo Sanaag waa minority marka waxaanu leenahay ciidankaas oo khatar bay ku yihiin deegaankaas deegaankaas waa deegaan nabada waa deegaan u diyaaray inay diiwaangelinta qaataan laakiinse xabad iyo qori iyo hanjabaad ku codayn maayaan anagaana ka soo horjeedin Cabdiraxmaan Axmed.